خلينا نروح دلوقتي للسيد ناجي الشابي رئيس حزب الجيل عشان كمان نتابع معاه تفاصيل حالة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية في الدولة. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا جوانا، اهلا بيكي. صح، اهلا بحضرتك. في البدايه يعني احنا متابعين لاشادات من الاحزاب كتير جدا الحقيقه بعد كلمات سياده الرئيس عن مخرجات الحوار الوطني، يعني نقدر نقول انه في حرص من سياده الرئيس للاشاده واحترام مجهود الحاضرين في جلسات الحوار. هل هذه الاشادات بتعبر عن فرحه بين كافة الأطياف لاهتمام سيادة الرئيس بمصالح المواطنين؟ يعني حضرتك رؤية حضرتك إيه؟ لا، ده أنا عايز أقول إن الشكر أساسا على مستحق لسيد الرئيس، لأن الرئيس هو اللي دعا الحوار الوطني وهو اللي رعاه على مدى ال 14 شهر الماضية، وكان بيتابع متابعة دقيقة ودؤوبة. والرئيس أيضا هو اللي طلب من مجلس الأمناء والرئيس سرا ان هو ينتهي من مخرجات القضايا الستين اللي ناشدتها جلسات الحوار الوطني بكل حريه، وبالتالي الرئيس كان مهتم بالحوار الوطني. والرئيس ايضا عندما شكر القائمين على اعداد وصياغه المخرجات كان بيقدم نموذج جديد لعلاقه بين حاكم ومحكومين، لعلاقه بين حاكم بيشكر من قدم يعني خير للوطن، وبالتالي يعني القضيه اكبر بكثير من هي حوار وطني بينتهي بمخرجات. القضيه ان احنا في حاله جديده بتعيشها مصر. هذه الحاله جعلت مصر كلها في حاله حوار. تخيلي حضرتك ان كل الفرقاء على الساحه السياسيه والحزبيه والبرلمانيه ومنظمات المجتمع المدني والشرطه العامه كانوا جلسوا معا على مدى حوالي 100 يوم يتحاورون بدون سقف وبدون خطوط حمراء، وكل منهم يقدم ما يعتقد انه صحيح من اجل تقديم حلول لهذه القضيه او تلك. وفي نهايه الامر عندما يتم رفع اي مخرجات الى السيد الرئيس بينفذ وعده. الرئيس وعد في بدايه عقود الحوار منذ اكثر من عام بانه سيلتزم بتنفيذ كل مخرجاته التنفيذيه، سواء كانت على شكل قرارات تنفيذيه رئاسيه او تنفيذيه تشريعيه. ولكي يتم يعني دعم الثقه ولكي يعني يؤكد الشعب ان هذا الحوار جاد وان هو ينتظر يعني منه ان يكون له مخرجات تكون بمثابه رؤيه جديده للجمهوريه الجديده، بادر الرئيس في اكثر من مره بتنفيذ ما طلب منه او ما رفع من مجلس الامناء اليه. ما زلنا نتذكر عندما تحدثت الاحزاب السياسيه عن ضروره ماده الاشراف القضائي على الانتخابات لمده اخرى. صحيح. معلوم ان الدستور بيقول ان الاشراف القضائي ينتهي في 2024، لانه كان لمده 10 سنوات بس. الرئيس على الفور يوم ما بعته رفع له الطلب نفذوا على الفور واحالوا الى الحكومه لكي تقدم تعديل تشريعي على قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات لكي يمتد الاشراف القضائي على الانتخابات لمده اخرى. رئيس المؤتمر الوطني للشباب وافق على ثلاث مخرجات اعلنهم رئيس الاداره الفنيه. الرئيس بالامس اعلن انه تلقى هذه المخرجات وانه حل الجهات المعنيه لتنفيذها، سواء كانت اكون في شكل القرارات التنفيذيه الرئاسيه او في شكل تعديلات تشريعيه. وبالتالي احنا بنعيش حاله جديده، حاله حوار. يعني ده زمن امبارح ان الرئيس حل هذه المخرجات وكتب على صفحته على الرسميه على الفيسبوك، وفي نفس الوقت كان هو في حاله حوار مع اهلنا في السلوم. فيعني دي حالة جديدة بتعيشها مصر، يعني لم تعيشها مصر منذ عقود طويلة، بنعيشها هذه الأيام. وهذه الحالة بتدعم المناخ الثقة اللي احنا يعني ما بين الرئيس والمحكومين، وأيضا بيؤكد إن في شيء جديد بيتم في مصر. أنا حضرتك حضرت حوارات كثيرة منذ أول حوار حضرته سنة 82 من القرن الماضي أيام الرئيس مبارك، واخرهم كان 2007 رئيس صفوة الشريف محمود صفوة الشريف في مجلس الشورى. هذه الحوارات كلها هذا الحوار هذه الايام مختلفه عن دول هذه الحوارات. الحوارات في الماضي كانت حوارات القضيه الواحده او حوارات اليوم الواحد. اما هذه الحوارات حوارات بتشمل كل مناحي الحياه. بتشمل قضايا في المحور السياسي وقضايا في المحور الاقتصادي وقضايا في المحور المجتمعي، لدرجه ان مجلس الامناء استقر على 113 قضيه.
اي واحد بيشتغل في العمل العام او بيحاول قاعد مع نفسه علشان يفكر ما هي المشاكل اللي بيعاني منها المواطن، ما هي المشاكل اللي بيعاني منها الوطن، ما هي التحديات اللي بتعاني منها الدوله المصريه، مش هيقدر يصل ل 113 قضيه. وبالتالي ده حوار يعني بيقدم رؤيه جديده لتحل مشاكل الحاضر وتغلب الدوله، وذلك على الدوله تتغلب على كل تحدياتها. حوار حقيقي، حوار بدون سقف، حوار بدون افصاء احد. حوار الرئيس نفسه نزل الى مستوى المتحاورون يحدثهم وينفذ قراراتهم ويكتب على صفحته الشخصيه، دي اعتقد يعني مخاض نحن ننتظره. وهذا المخاض اعتقد ان هذا الحوار بما ينتج عنه من مخرجات هي سوف تشكل رؤيه متكامله لكيفيه حلول كل مشاكلنا وكيفيه نتغلب على التحديات الجديده المصريه. واعتقد انها سوف تكون مخرجات الجمهوريه الجديده اللي بيدشها الرئيس معلمها بكل قوه واصرار. طيب استاذ ناجي، انتوا في حزب الجيل طبيعه مشاركتكم كانت عامله ازاي في الجلسات؟ وهل من ضمن هذه المخرجات مقترحات انتوا كنتوا قدمتوها في الحزب؟ اولا انا اسست برنامج حزب الجيل السياسي سنه 2000، وتم اخراجه الموافقه عليه من خلال حكم قضائي في المحكمه الدوليه العليا. ولكن منذ سنه 2000 حتى 2022 2023 كانت كل مواقفنا مواقف سياسيه نابعه عن البرنامج. ولكن دعوه رئيس الحوار جعلتنا نعمل برنامج الحزب الجيل جديد، برنامج به رؤيه الحزب من خلال لجانه النوعيه ومركز الجيل الدراسات في حل او تقديم حلول متكامله لكل قضيه من القضيه 113. واصبح الان من خلال عمل اللجان النوعيه في حزب الجيل، من خلال مركز الجيل للدراسات السياسيه والاستراتيجيه في المقطم، ان احنا عملنا برنامج جديد. هذا البرنامج نستطيع ان نقدمه لعضو الحزب نفسه والمواطن المصري، نقول له دي حلول حزب الجيل الديمقراطي في كل القضايا 113 التي تم اطرحها في الحوار. حزب الجيل قدم هذه الرؤيه متكامله في بدايه قبل الجلسات الى مجلس الامناء، وفي كل جلسه من جلسات التي ناقشت فيها هذه القضايا كان لحزب الجيل فيها اكثر من متحدث مقدم بيقدم رؤيته في 4 دقائق، ثم يقدم ملف فيه الرؤيه مكتوبه الى مجلس الحوار الوطني. وكثير من الموضوعات التي طرحت في القضيه 13 حزب الجيل كان انفرد بيها، يعني على سبيل المثال قضيه تنفيذ الماده 103 من الدستور 103 من الدستور الخاصه بضروره تفرع عضو مجلس النواب او عضو مجلس الشيوخ للمهام العضويه، ده اللي انفرد بيها حزب الجيل في مذكره قدمها الى مجلس الامناء والمنسق العام وحطوها في جدول اعمال من ضمن 113 قضيه. حزب الجيل طالب بضروره الانتهاء من اصدار قانون الاداره المحليه ويتم يعني من خلاله انتخابات طبعا بكل تاكيد طبعا يا فندم. اعتقد انه مشاركه الحقيقه ايوه يا فندم بكل تاكيد متهيئه انه مشاركه حزب الجيل في عدد من القضايا بكل تاكيد ليها اهميه، ومشاركه كل الاحزاب ليها اهميه كبيره جدا. فكره ان المواطن المصري يشعر مره اخرى بمد جسور التواصل بينه وبين الدوله المصريه وايضا بين الاحزاب السياسيه والدوله المصريه، ده كان هدف من الاهداف الاساسيه لبدء الحوار الوطني. بكل تاكيد بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد ناجي شهابي رئيس حزب الجيل. نشكر حضرتك يا فندم، كل الشكر على هذه المداخله.